مرة جالي شاب طيب المسجد وقعد معايا وبيحكي لي مشكلة وبيبكي وكده. في وسط كلامه قال لي حاجة غريبة جدا، قال لي: عارف شيخ، أنا جيت دخلت لك بعد الصلاة، أنا ما صليتش معاكم. قلت له: أنت ما صليتش معانا ليه؟ قال لي: أنا مقصر مع ربنا قوي قوي وخايف منه قوي لدرجة إن أنا ماليش عين أقف بين إيديه. قلت: سبحان الله، يعني تخاف منه ما تصليش، ولا تخاف منه تصلي؟ على فكرة مشكلة كبيرة جدا عند كتير من الشباب، ان من شدة الخوف من ربنا الشيطان يوصله ان هو يتوقف عن العمل. وده المشكلة اللي لازم نعيشها النهاردة يا جماعة الخير. الخوف الذي يحبه الله هو الخوف الذي يدعو الى العمل، وليس الخوف الذي يسبب الشلل. السلام عليكم. من مداخل الشيطان اللي بيفتك بيها بقلب الانسان ان يخش له من باب الخوف، لما يليك بقى واحد قريب من ربنا وكده هيقول لك ده نخش له من مدخل تاني. مش هيخش لك من فتنه نساء، مش هيخش لك من سجاير، هيخش لك من عباده الخوف من الله، بس هيخليك تعل قوي في العباده دي لدرجه الافراط، ولدرجه انك توصل لمرحله الياس والاحباط. يقول لك: لا، انت خاف من ربنا بقى، انت هتقف قدامه ازاي؟ انت مالكش عين تعمل حاجه، مفيش امل. يخليك تحبط. ناس كتير جدا بيكلموني وبعتوا لي اسئله، يقول لك: انا واقف ما بعملش اي حاجه. طب ليه؟ يقول لك: انا خايف من ربنا، انا عكيت الدنيا، انا يائس، انا محبط، انا متحطم. سبحان الله. الخوف يا جماعه الايجابي هو الخوف اللي بيدفعك للعمل. الخوف السلبي الممنوع هو الخوف اللي بيجيب لك شلل. الخوف اللي يجيب شلل ده مش هو الخوف ابدا اللي يرضي ربنا. الخوف اللي يرضي ربنا هو اللي بيدفعك دفع. الخوف ده عامل زي ايه؟ يعني صوت كده بتضرب بيه ظهرك عشان تجري وتتحرك. يا جماعة اللي بيخاف يسقط بيذاكر. يا جماعة اللي بيخاف على أكل عيشه بينزل يشتغل. اللي بيخاف إن هو يمرض بياكل أكل سليم. اللي بيخاف إن هو يتأخر على المشوار بينزل بدري. النبي عليه الصلاة والسلام بيعبر عن الموضوع ده في حديث جميل، يقول: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. يعني إيه من خاف أدلج؟ أدلج يعني يتحرك بدري، نزل بالليل، يعني سافر بالليل. اللي عايز يوصل مشواره تاني يوم الصبح بدري ما بينزلش الصبح يبدأ السفر، بيسافر من بالليل عشان يضمن الدنيا. من خاف يعني خاف ما يوصلش، أدلج يعني طلع في أول الليل. يعني إذن الخوف يسبب لك حركة، حركة لازم تتحرك. من أدلج اتحرك في جوف الليل ومشي بدري بلغ المنزل، هيعدي ويصل إلى الأمان. لكن الخوف اللي يقتلني بالشكل دوت مش هو ده الخوف أبدا اللي احنا عايزينه. عايزين خوف إيجابي مش خوف ممنوع. أنا عايزك تسمع الآيات دي في سورة المؤمنون. الله تعالى يصف حال الخائفين. قال الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك لما قلوبهم وجل حصل ايه؟ اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. تعرف الايات دي؟ السيده عائشه رضي الله عنها لما قرت والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله فهمت فهم غريب جدا، ورد عليها النبي عليه الصلاه والسلام صحح لها الفهم. خليكم معنا عشان نشوف فهمها. السيدة عائشة لما سمعت قول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويزنون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل الله منهم. أنا عايزك تركز، الناس دي ناس جامدة. هي الكلام أوله خشية وآخره خشية، وفي النص عمل كتير بقى. يعني إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، تمام، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا. إذن لأنهم مشفقون اشتغلوا جامد على نفسهم، يؤتون ما آتوا، وبعد ما اشتغلوا على نفسهم خافوا برضه. تقول لي: خافوا ليه؟ خافوا ألا يقبل منهم، خافوا إن الشيطان يفسدوا بعجب أو رياء. بعد وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون، لما خافوا اتجدد لهم العمل تاني، فربنا قال: أولئك يسارعون في الخيرات. عشان يحمي العمل الأولاني عمل تاني، وكمان بمسارعة، يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هو ده الكلام اللي احنا عايزينه.
ربنا وصف آل زكريا وزكريا عليه السلام قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ربنا سبحانه وتعالى وصف المؤمنين قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع، بيقوم يصلي بالليل مش بيحبط ويتكبس، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. عايزين خوف يحركنا، عايزين الخوف اللي بيخليني أتوب من المعصية، الخوف اللي يخليني أعمل الطاعة، الخوف اللي يخليني أتقي ما يغضب الله، مش الخوف اللي يصيبني بالشلل، الخوف اللي يخليني أقعد عن العمل. احترس من هذه المشكلة الكبيرة. طيب أنا دلوقتي لو عايز أشوف الخوف بتاعي، هل هو فعلا أنا كده خوفي تمام ولا في ناقص شوية، أقيسها إزاي؟ سهلة جدا. الخوف، الحد الأدنى من الخوف اللي هو فعلا أقول إن أنت في الأمان التام، هو أنك أنت تجد عندك من الخوف من الله ما يحملك على أن تفعل الواجبات وتترك المحرمات. يعني عندك بتخاف بتقوم تصلي في صلاة في وقتها، ضعش الصلاة، بتخافي إنك تلبسي ضيق أو تنزلي بحجاب ما يرضيش ربنا، بتخاف فتلاقي نفسك تتقي الله في كلامك وتغتبش، بتخافي تحسديش حد تغتبيش حد كده. الإنسان لو فعلا خوف وصله إنه بيفعل الطاعات وبيترك المنكرات، يبقى أنت كده في التمام. هو ده اللي احنا عايزينه، حتى لو مقصر في المستحبات والمكروهات والكلام ده مش مشكلة، أنت كده عديت مرحلة كويسة. طب لو أنا بقى خوفي بيوصلني إن أنا بصلي الفرض والسنة من خوف من ربنا، ده أنا ما بتكلمش فيما لا يعنيني، ده أنا موسع حجابي أكتر كمان من المطلوب، يبقى احنا كده عدينا، ده كده وصلنا لدرجة مستحبة كمان في الايه؟ في الخوف، يبقى دي درجة عالية ان انت بتعمل كمان الواجبات وبتترك المكروهات. لكن لو جت ان انت لسه بتعمل منكر او بتترك طاعة، لو انت بتتجرأ على معصية الله تعالى او بتستهين حتى لو تركت الطاعة، فاعلم ان الخوف عندك فيه مشكلة، لم تصل حتى الى القدر المطلوب وانت على خطر، يبقى لازم ابذل مجهود علشان اعلي الخوف دوت. وهنا هيجي السؤال، ازاي علي الخوف دوت؟ هو ده موضوع الحلقة الجاية ان شاء الله، تابعونا بكرة. ربنا يبارك فينا وفيكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.